خليني أخذ كمان مكالمة من خادم الرب القس ناضلة. القس ناضلة شفتوه على برنامج ليكن نور وهو أيضا عابر. أهلا وسهلا قسيسنا الحلو أخ ناضلة، أهلا وسهلا فيك. سلام المسيح أخ نزار، تحياتي لك وللأحبة اللي عم يحضروك. فيه حبيبي ربنا يباركك، ربنا يباركك أخ ناضلة. وانت عارف هذا اليوم احنا بنحتفل في العابرين، وبنفس الوقت هذا يوم صلاة من أجل العابرين. إذا ممكن ولو دقيقتين، يعني شو التحدي اللي أنت واجهته وإيه اللي ممكن نصلي يعني مع الإخوة والأخوات اللي بيشاهدوا هذه الحلقة؟ أمين أخ نزار. أنا بالحقيقة كشخص كان عابر واليوم يخدم الرب مع العابرين وغير العابرين، إساء فهم الخلفية اللي أنا جاي منها أو الغاية اللي أنا جيت على أساسها، فكان في سوء فهم لهذا الشيء. لذلك أنا بدي شجع العابرين بالحقيقة أنه يتمسكوا بالكنيسة ويكونوا بالكنيسة، لأنه من خلال الكنيسة الرب يبني، الرب يرشد، والرب يعطي قوة. فلما نتمسك بالكنيسة يوم بعد يوم تضمحل وتروح هيدي الأفكار أو الخلفية اللي كان سوء فهم لإلها، تتوضح للإخوة ويشوفوا الإخوة التانين اللي كانوا عندهم سوء فهم لهيدي الخلفية أنه عن جد نحن جايين لغاية واحدة اللي هو نعبد الرب اللي خلصنا، لأنه كنا نعبد إله ميت والرب غيرنا، أحيانا حرك قلوبنا داخلنا وصار عنا حياة جديدة. أنا ناضلة ممكن أسألك سؤال؟ لأن أنت والأخت رشا شددتوا على كلمة اللي هي الكنيسة، إذا ممكن توضح فكرة الكنيسة، لأنه مثلا في دول الخليج مثلا السعودية يمكن ما تشوفش كنيسة مبنى، أو في شمال أفريقيا في كتير مناطق ما فيها الكنائس لكن فيها المجموعات. شو بتقصد لما أنه يتمسك بالكنيسة للإخوة والأخوات العابرين؟ أنا لما بقول كنيسة أخ نزار ما بعني كومة حجر أو بعني بناية كتير حلوة أو بغض النظر شو ما كانت. الكنيسة بأساسها هي مجموعة مؤمنين أو مجموعة ناس اتفقوا أنه يجتمعوا بمكان واحد، هدف معين، بهدف واحد بالقلب وبالفكر. وهي الناس اللي هي المؤمنين يجتمعوا مع بعضهم البعض لهدف واحد، أنه يعبدوا الرب ويمجدوا الرب. هذه هي الكنيسة. أنا وإنت وثلاث أربع إخوة نحن كنيسة. ممكن نجتمع على زوم ميتينج، ممكن نجتمع على التليفون، ممكن نجتمع على سكايب، لكن نحن كنيسة. الرب خلصنا والرب غيرنا. الكنيسة مش بالحجر. ممكن في عابرين بمكانات السعودية ممكن ما عندهم كنيسة حجر أو ما بيقدر يجتمعوا، لكن يجتمعوا على التليفون، هودي كنيسة، الرب خلصهم والرب أعطاهم حياة جديدة. آمين. تفضل أخ ناضلة. فأنا فكرتي بالحقيقة أنه لكل عابر هيدي نصيحتي، أنه يتبع ثلاث أساسيات اللي أنا اختبرتهم بحياتي بالحقيقة، اللي هي تخلي كل الإخوة اللي كان عندهم سوء فهم للخلفية اللي جاي من العابر. هودي الثلاث هن بسيطين وسهلين، لازم يكونوا بحياة كل مؤمن مسيحي. أول شيء الكتاب المقدس. لما يكون عنا علاقة بالكتاب المقدس وقراءة للكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس يغير أفكارنا ويبلور أفكارنا لحتى تكون خاضعة على فكر الرب. اثنين، العلاقة مع الله بالصلاة، وهي الصلاة هي المحرك لقلوبنا، وبالصلاة نأخذ قوة لحياتنا. ثلاثة، نفتخر بصليبنا ونشاركه مع أي شخص، أي يكون عنا إيمان متكلم، يكون إيماننا متكلم، يكون إيماننا حي. هذه الثلاثة بالحقيقة هي سر حياة كل مسيحي حقيقي يتكل على الرب. والعابر بعد ما عبر وقبل الرب كرب ومخلص لحياته، راحت الحياة الماضية، هو صار مسيحي لأنه يتبع المعلم العظيم اللي هو يسوع المسيح. فهذه الثلاثة هي اللي تجعل حياته سعيدة مسيحية، مبسوط مع الرب، مبسوط بعلاقته مع الرب، أفكاره القديمة كلها تتغير لأنه عم يأخذ فكرة الرب من الكتاب المقدس. عدم الأمل والإساءة اللي كانت بحياته كلها تروح، لأنه عم يصلي كل يوم، يأخذ قوة لحياته، يكون في محرك لحياته هو الروح القدس، ويشهد، يكون إيمانه حي يوم بعد يوم، يشهد عن عمل يسوع المسيح، أنه رب يسوع مات وصلب وصلب ومات وقام من بين الأموات حتى يخلصنا ويطهرنا من كل خطية. بالحقيقة هيدي رسالتي للعابرين، اتمسك بهودي الثلاثة، الكتاب المقدس، العلاقة مع الله من خلال الصلاة، والافتخار بالصليب ومشاركته مع كل شخص مين ما بيكون يكون، أو حتى شو ما كانت خلفيته. هذا هدفي اللي بدي وصله للعابرين، لأنه هيدي الثلاث أشياء
تتغير وجهة النظر اللي هي عن عابرين، لأنه سامحني أخ نزار بدي شارك نوعين من العابرين خي، في عابرين عبروا للمسيحية وفي عابرين عبروا للمسيح. اللي عبروا للمسيحية هن يعرفوا الإيمان المسيحي وبعد فترة يصيروا خارج الكنيسة، لكن العابرين اللي عبروا للمسيح هن مخلصين بدم يسوع وهن متبررين بدم يسوع وهن يبقوا إلى الأبد مؤمنين. أمين أمين أخ نضالة، شكرا كثير كثير، رسالة قوية فعلا، ربنا يباركك. إذا ممكن هيك كلمة صلاة قصيرة تبارك فيها إخوتك وأخواتك العابرين. أمين. يا رب نحن نشكرك ونمجدك لأنك إلهنا الحي الذي خلصنا. يا رب أنا بصلي في هذا الوقت لأجل كل عابر وكل عابرة يا رب يعانوا من اضطهاد ومن مشاكل، يا رب أنت تعطيهم أن يا رب مش بس يتألموا معك بل يتمجدوا معك يا رب، يحملوا صليبك، يشاركوا صليبك في كل مكان يا رب. يا رب أنا بشكرك لأنك إلهنا الحي. يا رب كنا نعبد إله ميت ما بيسمع لصلواتنا ولا يسمع كلامنا، لكن نشكرك لأنك إله حي موجود في وسطنا، عندما ندعوك أنت تستجيب. يا رب أنا بصلي لكل أخ وأخت عابرين لإلك يا رب أنه يتمسكوا فيك يا رب، ويتمسكوا يا رب بكلمتك يا رب، يقرأوا هذه الكلمة ويكونوا بعلاقة حية معك يا رب، ويكونوا شهادة لغيرهم يا رب. كل من يشوفهم يشوف فيهم يسوع المسيح، يشوف فيهم النعمة والبركة، يقدر بدون ما بيتكلموا يمجدوك يا رب، بدون ما بيتكلموا الناس تشوف فيهم نعمة يسوع المسيح. أنا بصلي باسم الرب يسوع. أمين أمين أمين. شكرا شكرا قسيس نضلة، ربنا يباركك ويبارك خدمتك، شكرا جزيلا.